السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو خاص بالعدة البيداغوجية أو الوثائق التربوية. فهذا الفيديو إن شاء الله غتلقاو الوثائق الضرورية التي يجب أن يتوفر عليها كل أستاذ. غنقترح عليكم الصيغة باش خدمتها هذه السنة، إلا أن هذه الوثائق البيداغوجية بالنسبة لي كتنقسم لعدة يعني أجزاء. هذا الجزء الأول غتلقاو فيه الجزء الأول فقط، اما الجزء الثاني الخاص بالتقويم التشخيصي يعني لي ديفوار او الامتحانات، كذلك التفي كذلك الغابور يعني التقرير، غادي تلقاهم في فيديو مستقل. فيما يخص استعمال الزمان غادي تلقاوه ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله، غيكون بوحدو وغادي نحاولوا ما امكن تخطيو فيه عدد الحصص ديال كل ماده وكيفاش يمكن لي يعني والترتيب ديالهم اولا كيفاش يمكن لي نقسمهم على الايام. نبداو على بركه الله. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم المذكره اليوميه ديالي، يعني الباج دو غارد ديالها والجدول اللي كنعتمد للداخل. كان كتجيني عمليه عوض انني نبقى نسطر يوميا، ومساله ثانيه ما كناخذش ديك الجاهزه حيت كناخذ يعني كنسطر راسي بدوك الامور اللي ضروري يكونوا في اي مذكره. اذا بالنسبه للباج دو غارد اللي اعتمدت هذا العام، خديت هذا لوتام ديال راس السنه والنوال، هذا هو لو باج دو غارد. نتمنى انكم تعطوني الراي ديالكم في هذه الوثائق. بالنسبه للجدول الداخل ديال المذكره كنعتمد هذا، علاش؟ لان في داك الامور اللي خصها ضروري تكون ضروري، يعني الناس اللي باغي تسطر او اللي باغي تصيب راسها ضروري يكون التوقيت، المده ديال كل حصه، الماده، الموضوع ديال ديك المادة أو ديك الحصة، كذلك رقم الحصة والهدف من الحصة ورقم الجداد، أمور ضرورية ويؤكد عليهم المفتش. وبالنسبة لنا التاريخ والوحدة والأسبوع والفوز، وهنا ضروري من الملاحظة أش كنكتب في الملاحظة، حتى السؤال ديما كيتصدر عليا. في هذه الملاحظات عادة أنا كنعمر جميع يوميا كتكون عندي ملاحظة، وشنو واش التلامد يعني وصلوا لذاك الأمور اللي كنت باغيها، شنو هو الدرس اللي بقى ليا ربما أنا كنشوف خصني ضروري فيه يعني شي إما نعاود خاصو دعم أو لا. كنكتب كذلك مثلا في هذوك إلا تستبدلت شي حصة أو بدلت الترتيب ديال شي مواد أو لا. المهم هذا الشيء اللي كنكتب دوك الملاحظات. بالنسبه للناس اللي عندهم، انا كنعتمد هذا حيت عندي يعني قسم واحد جوج افواج، يعني داكشي اللي كندير في الحصه الاولى قبل الاستراحه كنعاودو، لذلك كنعتمد هذه المساله. اللي عنده يعني قسمين جوج المستويات، يعني هذا الجدول غتعاودو جوج مرات وتكون عندك غير الملاحظه، وبالتالي الصفحه ديال النهار هذه كتجيني عمليه في يعني في الصفحه اليومي. في هذا الفيديو كذلك غنتقاسم معكم هاد الورقة كنوجدها وكنوضعها قبل من الوثائق يعني الإدارية ديالي. الوثائق الإدارية هي اللي كتضم التعيين إلى كاين شي انتقال، كذلك إلى عندك شي تشجيع أو لا، لي ديبلوم ديالك، الشواهد ديالك، الأمور كاملة. إذا هادي هي ديال بالنسبه للملف ديالنا اللي كنوضع فيه الوثائق. اول صفحه كندير فيه هي هذه دوكيمون بيداغوجيك، يعني الوثائق التربويه. هذا العام اعتمدت لها هذا الشكل، هذا ديما راه كنعاود ناكد عليكم، كنتظر التعليق ديالكم والراي ديالكم في هذه الامور. هذه موراها مباشره كندير هذه المساله ديال يعني ديال بطاقه خاصه بالمعلومات الشخصيه، معلومات الشخصيه يعني لي زانفورماسيون بيرسونيل، سميتك، كنيتك، تاريخ الازدياد، المكان، سيتوياسيون، الحاله العائليه ديالك، جيميل، المسائل كتكون فيها كذلك المعلومات الاداريه ديالك، رقم التاجير، الاطار، التاريخ ديال التعيين، فوقاش كذلك الكراد يعني الدرجه والرتبه والتاريخ ديال كل واحد فيهم، وكتكون معلومات مهنيه، تاريخ التعيين في المؤسسه، تاريخ التعيين في المديريه، وتاريخ التعيين في الاكاديمي، وكذلك اخر نقطه تفتيش عفوا والسنه اللي شفتي فيها او التاريخ اللي جات اللي كانت عندك في هذه النقطه، واخر حاجه لي ديبلوم. حتى هي بهذا الشكل، هذا هو النهائي، الشكل النهائي ديالها. هاد الوثائق كذلك كنديروا وثيقه خاصه باحصائيات التلاميذ.
هاد الاحصائيات اش كيكون فيها؟ كيكون فيها عدد الذكور، عدد الاناث، والجدد منهم المكررون. فين كنحتاجوا هاد الوثيقه؟ في مساله التفويج، فاش كنبغي ندير الفوج كراعي، يعني مراعاه النوع، خص يكونوا الذكور، ماشي فوج فيه كثير الذكور ولا فوج فيه الاناث. كذلك ما يمكنش فوج واحد نجمع المكررون وفوج الاخر كل الجدد. هادشي الامور كلها كتعاوني في هذه المساله هذه، وكتعاوني حتى في التقرير ديالي، ديال التقويم التشخيصي او التقرير اللي كنديروا بعد نتائج الدوره الاولى. كذلك من هذه الوثائق كاين جدول الحراسه، تمت هذا الشكل هذا اللي كتشوفوه. جدول الحراسه فيه الايام وفيه فتره الصباحيه وفتره المسائيه. من بعد فاش غادي نعرف الايام ديالي كنزيد نكتب هنا، يعني فوقاش كتكون هذه الحراسه في الدخول، يعني خصني نجي قبل بواحد 10 دقائق او 15 دقيقه في وقت الاستراحه وفي الخروج. هذه لائحه التلاميذ يمكن لك تصايبها، ويمكن لك تعتمد على هذيك لا ليست اللي كيعطيك المدير، ولكن من الاحسن الا كنتي غتصايبها ما تامبريميهاش في الاول، حيت كتكون واحد الحركيه ديال التلاميذ، كاين الوافدون كاين المغادرون. يعني هذه هي لا فيرسيون مازال ما كتبتش فيها التلاميذ، حيت اصلا مازال ما توصلتش باللائحه. رقم الترتيب والاسم والنسب والنوع، تاريخ الازدياد ومكان الازدياد، النوع يعني واش ذكر ام انثى. هنا لائحه العطل، اعتمدت على هذا الشكل. هذه لائحة العطل بعد ما تم، يعني إصلاحها وفقا للتواريخ الجديدة. هذا هو الشكل النهائي ديالها بهذه الطريقة هذه. هذا فيما يخص وثيقة البحث الاجتماعي. الوثيقة تمت السنوات اللي فاتت وغادي نستعملها كما هي، حيت فيها داكشي اللي خاصو يكون، الرقم الترتيبي، وعندي هنا الاسم والنسب والمهنة الاب والمهنة الام. مع العلم ان الناس بزاف كتاخد على هذه المساله، ولكن هذا راه كيتعاونك واش التلميذ كاين اللي يعاونو، واش كاين، والحاله الاجتماعيه ديالو، حيت الحاله الاجتماعيه راه كتلعب دور كبير في المردوديه ديال التلاميذ باش ما تاثرش عليه. رقم الهاتف، وهنا يعني شحال الإخوة، وهنا كنسجلوا الناس اللي عندهم حالات مرضية، وهنا ليتا سوسيال لادريس. إذا هادو هما الوثائق اللي وجدت السنة، زائد التوزيع السنوي. التوزيع السنوي صراحة ما وجدتوش، أنا قلبت في الإنترنت لقيته جاهز، حيت حنا كنستعملوا المنهل في النشاط العلمي. كذلك فضاء الرياضيات وميزا برونتيساج للأمانة. فهاد التوزيع السنوي خديته من مدونة قسمي، خديت منه التوزيع السنوي ديال الرياضيات والنشاط العلمي، وكذلك الفرنسية جو بونس. انا غادي نتأكد. شكرا للأساتذة الصاهرين على هذا الموقع. هذا الخاص بالفرنسية، هذا ديال واحد الأستاذ، وهذا الخاص بالرياضيات، هما هادو التوازيع اللي تبقى. أو للجزء الوثائق الأخرى الخاصة بتكون التشخيصي غتلقاوها في فيديو مستقل. ما تنساوش تدعموا لي فيديو بجيم، وتفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شكرا لكم. Thank you.